وهلا وصلنا لمحطتنا الطبيه. اكيد سلمى اليوم بمحطتنا الطبيه رح نحكي عن موضوع كثير مهم. بنعرف انه الغدد الليمفاويه بتلعب دور كثير كبير بتوازن السوائل بالجسم، لكن ممكن ان تصاب الجسم بسرطان الغدد الليمفاويه. نحكي اكثر عن هيدا المرض، اعراضه، اسبابه. معنا الدكتور حسن عبد القادر، حسن اختصاصي في علاج الاورام ومدير مركز الامل التخصصي لعلاج الاورام. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك والصبايا، صباح الخير لمشاهدينا، الله يعطيكم الف عافيه. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. خلينا بدايه نعرف الناس اكثر شو هو سرطان الغدد الليمفاويه وكيف بيتم تشخيصه بالبدايه. تماما، مثل ما حكيتوا بالبدايه انه الغدد الليمفاويه هي شيء اساسي في الجسم وتقوم مقام الدفاع الاول عن الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا. الغدد الليمفاوية متوزعة بأماكن مهمة مثل العنق، الأبطين، وحتى البطن، وأيضا منطقة المغبنين. سرطان الغدد الليمفاوية هو مثل أي سرطان عبارة عن خلل في عامل جيني وانقسامي يؤدي إلى ضخامة هذه العقد. يمكن بداية تشخيصه بأنه نحن نشوف عقدة من هالعقد تضخمت إما بالعنق أو بالإبطين أو حتى بالمغبنين. وهذه الضخامة لها صفات معينة، أقطار معينة، قد تكون غير مؤلمة ولكن تترافق مع بعض الأعراض التي يمكن أن تدل أنها سرطان غدد الليمفاوية. طيب خلينا نحكي عن هي الأعراض. يعني نحن دائما نحكي معك ومع كل الدكاترة أنه نحن نوعا ما بنحمل كل الناس بنحمل أنفسنا آلام زيادة، يعني ما بنروح على الطبيب أو بنكابر بشكل كثير كبير، فبتقول لا إنه وجع ما مقبول، ما كثير متضايق منه، آخر خيار هو استشارة الطبيب أو الذهاب للطبيب. طب خلينا نحكي عن هي الأعراض اللي ممكن الواحد ينتبه لها، لأنه إحنا بنعرف قديش اكتشاف السرطان ببدايته بيلعب دور كثير بعملية الشفاء والعلاج. طبعا ليس كل عرض هو عرض سرطاني، ولكن هناك أعراض أحيانا تكون صارخة ومؤشرات واضحة. فيما يتعلق بسرطان الغدد الليمفاوية يجب أن يكون مترافق مثل ما قلنا مع ضخامة عقدية غير مفسرة وواضحة، لا تتراجع على الأدوية الإنتانية البسيطة أو مضادات الالتهاب، مترافقة مع أعراض صارخة مثل التعرق الليلي الغزير، نقص الوزن غير المفسر، ألم في العقدة أحيانا أيضا لا يخف على المسكنات، أو ألم في مكان ضخامة العقدة. فإذا كانت العقدة مثلا جاي في المنصف أو من ناحية الرئة قد تكون مترافقة بأعراض مثل نقص التنفس أو السعال الجاف غير المفسر الذي لا يخف على مضادات السعال أو البخاخات أو أي شيء آخر. إذا كانت مثلا جاي بالبطن، ألم في البطن، مضض في البطن لا يخف على مضادات التشنج. هاي الأعراض طبعا تستدعي مثل ما قلتي أنه نراجع طبيبنا، واللي هو بدوره لازم يعمل لي بعد الإجراءات والاستقصاءات اللي بتفرجيني مثل الإيكو أو الطبق المحوري أو الصور الحديثة اللي بدنا نحكي عنها في سياق برنامجنا اليوم، أنه شو هو الشيء اللي بيساعدني بتشخيص سرطان الغدد الليمفاوية. ليست الأعراض فقط مشخصة وليست الضخامة العقدية فقط مشخصة، هذا الشيء غير كافي. شو هو؟ أنا بحاجة إلى خزعة. لا يمكن تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية إلا من خلال خزعة من هذه العقدة المتضخمة أو بعض التحاليل الدموية. بس هي الخزعة تأتي بعد هدول المؤشرات، يعني طبعا أكيد أنا ما راح أعمل خزعة إلا إذا كانت عندي هاي المؤشرات مليون بالمئة. ولكن لا يشخص سرطان الغدد الليمفاوية إلا بإجراء خزعة تحدد ما هو النوع النسيجي لهذا السرطان. طيب دكتور، يعني حكيت وذكرت أنه معروف أنه الغدد الليمفاوية هي من الخط الدفاعي الأول عن الجسم. عادة إذا واحد بيلتهبوا لوزاته بيوجعوا ممكن هون ممكن هاي المنطقة، بيقول إنه في بيحس بإيده بهون بيوجع. مزبوط. مثلا أنا من أشخاص بيطلع لي قلع، إذا طلع لي قلع بتمي بتلتهب. صحيح. عندي الغدة الليمفاوية. فعل الجسم من الغدة الليمفاوية أول شيء بيصير مليون بالمئة. فكيف ممكن يعرف إنه هي بداية مشكلة أخرى وليس هو ناتج هذا طبعًا الألم؟ طبعا إذا كانت الضخامة مرتبطة بحدثية مثل ما قلتي الالتهاب، واحد التهب لوزاته، التهب ضرسه، صار عنده قريب حاد، رشح حاد، انتام معوي، تضخمت بعد العقد الليمفاوي، هذا الشيء طبيعي ان نشوفه، لا يدعو الى القلق، ولكن الذي يدعو الى القلق اذا استمرت هذه الضخامه بعد الشفاء من الاصابه الانتانيه او الفيروسيه لمده مثلا والله 20 يوم او شهر او شهرين، وانا عم باخذ دواء التهاب وطبت من القريب والرشح وما زالت الضخامه موجوده. هون ساعتها بدي ابحث لمرحله السبب. مرحله ثانيه. طيب مليون بالمئة. خلينا نقول الناس كثير بتخاف من قصه الصور او الاشعه، وخصوصا اذا شكت انه هي في كتله او في شيء،
هل أنا هذا أول خيار عندي ولا في تحاليل دم معينة بعملها؟ في فحص سريري مثلا اخضع فيه مع الطبيب بعدين صحيح. هو بيقرر اذا بدي اعمل خزعه وبدي اعمل تصوير اشعه. طبعا هناك صفات ومراحل لازم نمشي فيها. من اهمها اكيد انه انا هاي الضخامه العقديه مو بس جسيتها بايدي، جسد الطبيب لانه لها صفات طبعاً. بالضخامه، هل هي قاسيه مرنه متحركه تحت الجلد غير متحركه، مؤلمه بالجس ولا لا، وايضا الصور البسيطه اللي ممكن تساعدني مثل صوره الايكو. الإيكو هو ليس تعرض شعاعي ويمكن إجراءه قد ما بدنا ولا يعطي أي ألم أو أي آثار جانبية، وبعض التحاليل الدموية البسيطة مثل تحليل الدم اللي هو السي بي سي بفرجيني الكريات البيض والكريات الحمر والصفيحات، واحيانا ال دي اتش هذول اللي بفرجوني اذا في عندي ارتكاس انتاني ولا ارتكاس لا سمح الله يكون ورمي، بس غير مشخصة. برجع وبقول ان التشخيص حصرا بالخزعة، لا يمكن تشخيص سرطان الغدد الليمفاوي الا باجراء خزعه من هذه العقده، او اذا كان ممكن انه خدعه. احيانا بيعملوا شيء زملائنا الجراحين اسمه استئصال العقدي لتشريحها مرضيا بهذا الشكل. طيب خلينا دكتور نحكي، هل هناك انواع لسرطان الغدد الليمفاويه ولا طبعاً بيختلف حسب النوع درجات الخطوره؟ 100% طبعا. الانواع الاكثر شيوعا اللي بدنا نحكي عنها اليوم هي الهوتشكن والنون هوتشكن، اللا هوتشكن. هذول النوعين هن الاكثر شيوعا في سرطان الغدد الليمفاويه. طبعا هناك اصابات للغدد الليمفاويه ممكن تكون من انواع اخرى، حتى ساركومات ممكن نشوف انها ممكن تكون موجوده في سرطان الغدد الليمفاويه. الليمفوما بالعموم تجي من اصناف السولد تيومر او الاورام الصلبي، اكثر من انه هي اورام دمويه، مع العلم انه هي بتصيب الخلايا اللي هي الكريات البيض وخصوصا الخلايا البائيه والتائيه اللي هن خط الدفاع الأول عن الجسم ضد الفيروسات أو تركيب الأضداد اللي لازمي لتعلم الجسم كيف يدافع عن نفسه ضد البكتيريا والفيروسات. طبعا هذول النوعين هن الأساسيين، ولكن اللي بدي أقوله أنا أنه صحيح اسمه سرطان الغدد الليمفاوية، ولكن نتيجة تقدم العلم الحمد لله أصبح من أسهل السرطانات التي يمكن السيطرة عليها، ونسب الشفاء تصل فيها إلى فوق 80% وخصوصا الهوتشكين الليمفوما. طبعا هذا الموضوع لانه قدرنا نعرف العلاجات النوعيه اللي بتسيطر على هذا السرطان واللي بتقدر تصبطه واللي بتقدر ترجع المراحل مهما كانت متقدمه الى المرحله الاولى، ومن ثم الشفاء بالشفاء الكامل، الوصول الى الشفاء الكامل. المراحل السريريه طبعا تعتمد على حجم العقد المصابي، عددها، وين موجوده، بالعنق، بالابطين، بالبطن، باسفل البطن، هل هناك إصابة نقوية ولا لا؟ هل هذه الضخامات مترافقة مع أعراض شديدة مثل الترفع الحروري ونقص الوزن والتعب والوهن الشديد ولا لا؟ هي بس ضخامة عقدية؟ كل هاي الأمور ترتبط في تحديد المرحلة النسيجية والمرحلة السريرية. بهمنا كثير طبعاً أنه نقولكم أنه تطور علاجة أيضاً، ودخل خط العلاج المناعي على هذا السرطان، مو بس الكيميائي الكلاسيكي، مع العلم أنه هذه الأورام بمعظمها شافية بخطوط العلاج الكيميائي الكلاسيكي، ولكن نتيجة تقدم العلم عم نشوف علاجات مناعية حديثة عم تقدر تدخل على الخط وشوي شوي عم تلغي دور العلاج الكيميائي. طيب نحن سابقا حكينا بأحد الحلقات عن العلاج المناعي صحيح. وقلنا أنه مو كل أنواع السرطان تستجيب على هذا العلاج بالمئة. وفي دراسات لسه ما زال على هذا الموضوع صحيح. شيء مبشر أنه هذا النوع من السرطانات تمام. يستجيب عليها. خلينا نحكي عن رحلة العلاج، سواء كنا عم نستهدف المريض عن طريق العلاج المناعي أو إذا كان عن طريق العلاج الكلاسيكي. مليون بالمية. بداية مثل ما قلنا نحن شخصنا المريض، عملنا خزعة، عرفنا هو هوتشكن ولا لا هوتشكن، وعملنا الصور الأساسية. مهم جدا أنه أحكي عن صورة البت سكان هون. صورة البت سكان أصبحت استطباب دقيق في بداية العلاج وفي نهايته، لأنه صارت هي تقيم لي مدى الاستفادة والمؤشر أنه هذا استفادة تامة ولا استفادة جزئية. بلشنا بالعلاج، العلاج الكلاسيكي اللي هو العلاج الكيميائي، المريض عم ياخذ جرعة أو تنتين أو ثلاثة أو أربعة على حسب الكورس اللي حط له إياه الطبيب، ثم يعاد التقييم. إذا كانت الاستجابة تامة تفضل الحمد لله على السلامة يروح على بيتك. الاستجابة جزئية ممكن نكمل إما علاج شعاعي في مسكن العقد الموجودة المتبقية، أو نكمل كم جرعة كيميائية على حسب الحالة. لا سمح الله إذا ما كان في استجابة أبدا يجب تغيير الخط العلاجي مرة أولى ومرة ثانية، ومن ثم قد نصل إلى زراعة النقي التي أيضا لها دور شفائي في الحالات المتقدمة وخصوصا عند الشباب. طبعا سرطان الغدد الليمفاوية الأكثر شيوعا عند الشباب بين سن 15 إلى 40، هاي القصة، لذلك كثير مهم أنه ننتبه لها. أطفال الصغار ما بصيبون، الأكبار كثير بالعمر ما بصيبون. ممكن اللا هوتشكن أو النون هوتشكن يكون أكثر شيوعا بالكبار، بس الهوتشكن الليمفوما سرطان الغدد الليمفاوية الشائع
اكثر انتشارا بين الشباب الذكور اكثر يعني اكثر سن النشاط سن النشاط الفيروسات عم تجي جديد الجسم عم يتعلم كيف يدافع عن نفسه المراهقه كمان تغطوا مليون بالمية يعني اختلاط الهرمونات كثير الى قصص طبعا نحن السبب الرئيسي اللي عم يصير لهذا الموضوع وانه ليش نحن عم يكون في عندنا سرطان غدد الليمفاوي نحن لحد الان ما بنعرف صراحه هذا الشيء يجب دراسته بالعوامل الجينيه العوامل التعرضيه هل هناك اصابه بفيروسات سابقه مثل ابشتاين بار او نقص المناعه المكتسب او عندي مشاكل ادت الى تشكل الليمفوما او سرطان غدد الليمفاوي ولكن كعلم ما بنعرف ليش هذا الانسان صابه دونا عن غيره لحد الوراثة تلعب دور ممكن يكون لحد الان الوراثه هي عامل بسيط بس ليست مؤكده ايضا للاصابه هي احد العوامل الريسك فاكتور حكينا المره الماضيه انه كثير العوامل الخطوره موجوده بس ليس بالضروره ان تكون موجوده عند كل الاشخاص صحيح وقلنا انه بشكل عام كل انواع السرطان اغلبها بالعموم كثير صعب حتى الان تقصي سبب الاصابه لحد الان ما الا سرطان يمكن الثدي او غيره من السرطانات ممكن اللي ممكن نوع من انواع سرطان الثدي اللي هو الوراثي نوع من سرطانات الرئه لانه هذا المريض عم يشتغل بهذا المكان فمتعرض له الماده السامه فصار معه اما باقي السرطانات لحد الان لا رغم تطور العلم للاسف معرفه السبب الحقيقي اللي تكون عند هذا الشخص دونا عن غيره وهون بدي اسالك دكتور بلش العالم بالعموم يدخل بشيء اسمه الخريطه خريطه الانسان الخريطه الجينيه الخريطه الوراثيه مليون بالمية وكل شيء تفاصيل ممكن تخلينا نقول تجنب كثير من الاشخاص الاصابه ببعض الامراض صراحه كمان موضوع تجنب اصابته هذا الشيء صعب ولكن نحن يا ترى إذا عملنا جينيتك ماب لطفل مولود جديد وعرفنا أنه هذا الطفل بعمر 60 أو 70 ممكن يصير معه سرطان رئة بده يصير من حياته يبعد عن التدخين ويمشي حياة طبيعية صحية بيأخر هالإصابة ممكن إيه ممكن لا انتبهي ممكن إيه وممكن طب بس نحن عم نعزله عن العوامل المحفزة المؤهبة بس هل يا ترى هذه العوامل المؤهبة هي سبب تحدث السرطان لا ما هي الوحيده يعني لذلك الموضوع ما زال صعب ما زال قيد البحث يعني العلمي بس في امراض اخرى ممكن ممكن كثير طبعا يعني. طبعا طبعا ممكن يصير معه مشاكل مثلا سي او دي او رب او ربو يعمل له سرطان الرئه بالمستقبل هذا المحفز او العامل لا تستطيعين منعه لا بايقاف التدخين ولا بانتظام حياه معينه هناك عامل جيني موجود في الجسم سوف يؤدي في انقساماته بالمستقبل لتكون هذا السرطان او معرض معين قد لا تستطيعين أن تقي منه أنه ما يصير خلص يعني هاي الحدثية مؤكدة عندك أنه بدها تصير ولكن يمكن أنه أنت تكون جاهزتي لأكثر أنا هيك بقول طيب نأمل من الله أن تكون الأمور يا رب يا رب نتمنى الشفاء للجميع والصحة والسلامة أكيد للكل يمكن إحنا عم نسأل جميع الاستفسارات وللأسف مثل ما قلت السرطان هو من الأمراض رغم تطور العلم ما عم نعرف السبب الرئيسي وعم نشوف أرقام متزايدة للأسف شكرا كثير لك شكرا جزيلا لكم والله يعطيكم ألف عافية إن شاء الله نكون هيك أدينا نصيحة ووصلنا معلومة حلوة لكم وللشاهد المشاهدين أكيد بدنا نشكرك دكتور شكرا جدا شكرا كثير لكم